كابتن فوزي، تقييمك لنضج اداء اجاي مقارنه بعمره عنده النهارده 22 سنه بس؟ هو زي ما قال الكابتن شريف وانا بقول له كل سنه وانت طيب، واجاي 22 سنه يعني ده لسه يعني بنقول بيبتدي الاحتراف بتاعه، وممكن يتخطف بره يشوفوه، لو شافوه بره ممكن يتاخد على طول. لكن اجاي انا يعني انا وانا المدرب مطرح الكابتن حسام البدري ابقى فرحان عندي واحد زي اللعيب زي ده، عشان كده ما اقدرش استغنى عنه. ممكن بيلعبوا في نص الملعب، ممكن بيلعبوا على الجنب، ممكن بيلعبوا راس حربه لو احتاجه، ممكن لو احتاجه بيرجع يدافع ورا 18، ينزل لغايه 18 بتاعه في القرانل والحاجات دي كلها بينزل يدافع. فزي ما قال الكابتن شريف كده فعلا لعيب مميز ولعيب جميل ومش تقليدي، ومش تقليدي. وانا زي ما بقول لك كان في ماتش الاهلي والزمالك كان عمل ماتش حلو قوي 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 يعني، كان وبعدين زاد يعني زي ما بنقول كده بيبتدي في الكوره بيوصل للمستوى الجميل بقى، بيبتكر يعني دلوقتي دلوقتي لا بقى بيمسك الكوره ويسلم. وشفنا الماتش اللي فات بتاع الرجاء، عمل الكوره لوليد ازارو، عمل لفها له بظهره يعني، عملها لفها له راح دخل ال 18، وليد ازارو بسرعته راح خدها حطها جول يعني، خلق شايف فرصه الملعب كله شايف. خلق فرصه يعني وصعبه، اتعملت بطريقه جميله جدا اللي راح عاملها من هو في ظهره، ولو جبناها هتلاقي الباك في ظهره راح عاملها من وراه ومن ورا السيرد باك الثاني راح وليد ازارو حطها جون جميل يعني. بنشوف اهدافه موجوده على الشاشه متابعه ليه حتى في الكره دي يعني، الكره داخله الجون والباقي اهو يعني بيخطف على طول ما بيستناش، عامل زي الصقر يعني بيطلع على طول طق على طول ما بيرحمش. والمدربين لما بنشوف المدربين لما بيجي اي مدرب زي ما قال المدربين لما اتكلموا على فرقه النادي الاهلي قال لك انا همسك مين ولا مين يعني، في لعيبه كتير يعني لما بيجي يعمل خطه كابتن شريف انت عارف هاجي بقول امسك شريف عبد المنعم ولا امسك الخطيب ولا امسك مصطفى عبد، ولا بقول لهم ايه على قد ما نقدر نقفل، على قد ما نقدر ما يدخلش فينا جون بدري، بيتقال الكلام ده على قد نتماسك على اساس برضه ايه يبقى شكلنا حلو. لكن هم عارفين يعني لما يكون عندي اجاي ده لعيب كويس ومعاه وليد ازارو يعني، يمكن محمد صلاح لو رجعنا للكلام تاني يتمنى ان واحد زي وليد ازارو معاه هيعمل له فرص كتير. لان صلاح يا كابتن فوزي لعيب عشان بيضغط طول الوقت على الدفاع، سريع اولا السرعه اللي عنده، وبعدين بيتحرك في كل مكان، وبعدين محمد صلاح يقدر يعمل له كوره تشيب الصغيره بتاعته دي، لان برده انت محتاج لعيب زي وليد سليمان يعني بيعمل زي عبد الله سعيد بيعمل لك، عايز اللعيب اللي قدامه اللي بيتحرك عشان اعمل له كوره اقول له روح خد هات تجيب جول. كان يعني ربنا يديله الصحه كان صفوت عبد الحليم كان معانا كده، كان في نص الملعب كان يلا بس اجري يعني. مره كنا في ماتش السويسرا شوف، فقال لي بص يا فوزي الملعب طبعا في ماتش السويس كان في السويس والارضيه بتاعته معظمها رمله وهواء وفيها هواء وهواء جامد، وناحيه الجون بتاع السويس الارض رمله. قال لي بص يا فوزي انا هعمل لك الكوره وانت بسرعتك روح بس مالكش دعوه. وفعلا جات له الكوره رحت انا فاتح جاري فعلى 18 بالظبط، الجون بتاع السويس كان طالع واتنين معايا سترد باكين داخلين في ظهري يا دوبك شط الكوره شطها بالرمله، يمكن جت في وش الجون ولا حاجه ودخلت الجون وكسبنا بيه 1-0 يعني. شوف في حاجات ده كان ملعب ايه ده يا كابتن؟ الملعب ده ملعب السويس في الوقت ده في السويس كان ايام برضه الملاعب ما كانتش زي دلوقتي. فلما يكون عندي لعيب زي اجاي يا كابتن محمد ده لعيب كامل مكتمل عنده المقومات اللي انا كنت بعتمد عليه. هو اعتقد كمان يعني الخبراء والمحللين الفنيين والجمهور والتاكيد الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام راضيين جدا عن ادائه، متوقعين منه كمان اكتساب خبرات ونضج اكتر في الاداء في الفتره الجايه وزياده انتاجه من ناحيه التهديف والفرص اللي كمان بيوفرها لزملائه في الملعب والضغط على الخصم طبعا. اكتر من عنصر متميز جدا في اداء اجاي اللي بيأدي الدورين زي ما قال كابتن فوزي كابتن شريف عبد المنعم، سواء كراس حربه او كلاعب وسط مهاجم واحيانا كبلاي ميكر صانع العاب.